ازيكم؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد من سلسلة سيجار ريفيو. كل سنة وانتم طيبين. احنا في رمضان النهاردة هنعمل ريفيو على سيجار مستورد. تعالوا كده مع بعض نبص على السيجار. هو سيجار كيوبن سيجار فاكتوري مانولو كويسادا. السيجار اسمه كيوبن سيجار فاكتوري، وهشرح لكم دلوقتي حكاية الكيوبن سيجار فاكتوري ده واللي عامله هو اسمه مانولو كويسادا. ده صاحب شركة كويسادا. طبعا شركة كويسادا من الشركات المعروفة جدا واللي كانت في كوبا، وبعد التأميم هربوا للدومينيكان. ايه حكاية الكيوبن سيجار فاكتوري ده؟ ده ثلاث شركات تقريبا في 2017 قالوا تعالوا نعمل تحالف، نعمل بليند جديد اسمه تحت شعار كيوبن سيجار فاكتوري. من الناس اللي عملوا البليندات دي اللي هو مانولو كويسادا. ده واحد من الناس اللي عملوا بليند. في بليند تاني لونه اصفر بس مش فاكر اسم البليند. هو هنا هتلاقي في المثلث ثلاث ورقات تبغ اللي هم الثلاث شركات اللي عملوا التحالف عشان يعملوا السيجار ده. يلا بينا كده نعمل الريفيو. السيجار اللي معانا ده مقاسه 6.25 × 52، 6.25 يعني تقريبا 15 سنتي، والسايز بتاعه بلوكوسو جاي في سلوفان زي ما انتم شايفين. يلا بينا كده نفتح السلوفان ونشوف. اهو السيجار، البند جميل جدا، الاسود والذهبي من الالوان البريميوم، وفي تحس كده في زي رسومات مش باينه اهي، رسومات كده معموله باليو في اهي. الرسومات تحس اما الاضاءه تيجي كده تحس الرسومات، واللون الذهبي جميل جدا، والثلاث ورقات والمثلث بارزين، والكيوبن سيجار فاكتوري برضو بارزين، واللون الازرق ده اللي بيسموه رويال بلو جميل جدا، يعني انا من عشاق اللون ده. وبرضو المانولو كوسادا برضو بارزة باللون الابيض. بصراحة الوان البند جميل جدا، يعني تحس اللي هو حاجة بريميوم جدا، والالوان تناسقها مع بعض ممتاز ممتاز ممتاز. نبص كده كام كاب. ادي واحد، هو الكاب 1 2 3، وهو اصلا توربيدو. نبص كده على الرابر، الرابر فيه عروق واضحة شوية بس مش كتير، الرابر ناشف مش اويلي، لونه وسطي ولا فاتح قوي ولا غامق قوي. النهاردة هقص ستريت عشان لو قصيت في كات ممكن الدرو يبقى زيادة شوية، وانا عايز اعمل التجربة 100% زي ما الماستر بليند لف في السيجار، فانا مش عايز حاجة تبقى زيادة قوي ولا قليلة قوي. فيلا بينا كده نقص ونبص على الدرو. هقص كده حتة صغيرة يا دوبك، حاجة بسيطة جدا. احسن حاجة في الشيب ده اللي انت بتحكم في الدرو، يعني في ناس بتحب الدرو يبقى ضيق شويه، في ناس بتحب الدرو يبقى واسع، فانت هنا الشيب ده فايدته اللي انت بتحكم في الدرو بتاعك. في طعم فاكهه. طيب خلينا كده يلا بينا نولع. انا مزاجي النهارده كابتشينو اهو. في ولاعه حلوه لقيتها دبل فليم، فيها تورش وفيها السوفت فليم، حلوه جدا للناس اللي بتحب تحمص بالسوفت فليم. يلا بينا. البدايه جميله جدا، بدايه هاديه. انا نسيت اقول لكم البليند ده عباره عن ايه. الرابر من الاكوادور هابانو، والبايندر من الاكوادور برضو، والفيلر نيكاراغوا ودومينيكا. الفيلر البليند بتاعه من بلدين، النيكاراغوا ودومينيكا. السيجار ده انا جايبه ب 350 جنيه، هحط لكم لينك التاجر في الديسكريبشن اللي عايز يشتري السيجار او يسال عنه. كده بدايه جميله جدا، الدرو حلو جدا، بدايه هاديه، في طعم المسكر اللي قلت لكم عليه، في طعم ارثي خفيف، البدايه هاديه يعني البدايه تعتبر مايلد. طيب هفضل ماشي كده في التلت الاولاني، لو في تغيير هرجع لكم. رجعت لكم تاني انا في اول تلت لسه. زي ما انتم شايفين القش جميل جدا، لونه ابيض فاتح يعني لونه رصاصي فاتح، والاحتراق مظبوط بالمسطره. الطعم بقى نيجي للطعم، الطعم مش معقد، طعم بسيط جدا يعني حلو، ما يبقاش فيه فليفر كتير، البالت بتاعتك ولسانك يقعد ايه، هو ده قهوه، هو ده شوكولاته، هو ده قرفه، فاهم؟ فبسيط جدا يعني لغايه دلوقتي اللي ظاهر معايا طعم كريمي وطعم خشبي بس، مفيش اي حاجه، مفيش فلفل، مفيش بهارات كتير، هو بسيط جدا يعني الفليفر فيه مش معقد، بسيط جدا. طيب قوه الطعم انا شايف لغايه دلوقتي هي مايلد رايحه للميديم، يعني مايلد تو ميديم. قوه النيكوتين خفيف جدا، مش حاسس باي حاجه بصراحه.
بس هفضل كده ماشي معاه. بس انا مبسوط جدا بالقش والاحتراق، شكله جميل. وفي هنا قطع في الرابر تقريبا، بس مش مقصرة يعني، مش مقصرة معايا في حاجة، مش بتطلع دخان. طيب هفضل كده ماشي معايا برضو مكمل، لو في اي تغيير هرجع لكم. رجعت لكم تاني، انا في بداية التلت التاني دلوقتي. زي ما قلت لكم في اول تلت ان السيجار الحياد بتاعته مش معقدة يعني، واضحة جدا ومش كتير. اللي ظهر معايا طعم جلدي بسيط، في طعم قرفة بسيط جدا برضو، وطعم الكريمي لسه مكمل معايا. الاحتراق والقاش، هو القاش للاسف وقع مني، بس انا خبطت السيجار وقع مني، لكن القاش الكونستراكشن بتاعه جميل جدا، والاحتراق مفيش اي مشكله. وبالنسبه للدرو ممتاز، مفيش اي نوع من انواع التوابل، يعني مفيش اي نوع من انواع الفلفل، ولا التوابل، ولا فلفل ابيض، ولا اسمر، ولا فلفل سبايسي. طيب الطعم لغايه دلوقتي كان مايلد، دلوقتي ميديم، لان النيكوتين انا حاسس ان هو خفيف جدا السيجار، يعني ممكن نقول مايلد تو ميديم برضو. هفضل كده مكمل معاه، ولو في تغيير برضو هرجع لكم. رجعت لكم تاني انا في اخر تلت. البند طبعا زي ما بقول لكم على طول، اول ما الحراره بتوصل له بنشيله بكل سهوله. انا عاجبني البند جدا بريميوم. لو جينا كده اتكلمنا على الاحتراق، الاحتراق بيبقى ويفي شويه، بيتعدل مفيش اي مشكله. نتكلم على البروفايل والطعم بتاع السيجار. الطعم البروفايل اللي مسيطر على السيجار هو الطعم الارثي، الطعم الجلدي، في كريمي شويه بس مش كتير. يعني ممكن نقول البروفايل بتاع السيجار الاطعمه الناشفه او الاطعمه الجافه زي الوودي، الارثي، الطعم الجلدي، ما فيهوش الاطعمه المسكره زي الفواكه المجففه، زي المكسرات المدخنه، زي مثلا الشوكولاته، زي القهوه. لا، هو الاطعمه والفليفر والبروفايل بتاع السيجار رايحه ناحيه الاطعمه الناشفه. طيب لو جينا كده قيمنا السيجار مع بعض، الشكل والبند اديله 5 من 5، الشكل جميل جدا والبند بريميوم. الطعم اديله 3 من 5. القوة انا مش حاسس بأي باز، مش حاسس بأي نيكوتين، ممكن نقول مايل تو ميديا، ممكن نقول قوة النيكوتين 2 من 5. السعر انا جايبه ب 350، وهسيب لينك التاجر في الديسكريبشن تحت. السعر ممكن نديله 3 من 5، 2.5 من 5. الاحتراق والقاش نديله 4 من 5. التوتال بتاع السيجار ممكن نديله 3.5، 4 من 5. السيجار جميل، السيجار زي ما قلت لكم الطعم فيه مش كومبلكس، مش معقد، تقدر تطلع الايحاءات بكل سهوله، تقدر تطلع الطعم الجلدي بكل سهوله، تقدر تطلع الطعم الكريمي بكل سهوله، حتى الطعم الخشبي اللي بدا يظهر في الاخر مش معقد وواضح. طيب التوتال بتاع السيجار زي ما قلت لكم 3.5 او 4 من 5. انا استمتعت جدا بالسيجار، والبيرنج مع القهوه او القهوه اللي بالحليب جميل جدا جدا جدا. كده الريفيو تقريبا خلاص. لو في اي سجارة عايزين نعمل عليه ريفيو، يا ريت تكتبوا في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد.